لتعميل التعبير ب يجب أن نبحث عن العامل المشترك. إذا نلاحظ أن لدينا x زائد 3 في الحد الأول ثم x زائد 3 في الحد الثاني. إذا العامل المشترك هنا هو x زائد 3، لكن يجب أن ننتبه إلى الأس. إذا هنا لدينا أس 2، بمعنى إذا كان لدينا x أس 2 فهو يساوي x ضارب x، بمعنى x زائد 3 الكل أس 2 فهي x زائد 3 عامل x زائد 3 ناقص x زائد 3 عامل x زائد 7. إذن هنا العامل المشترك قلنا هو x زائد 3، نعمل به فنحصل على x زائد 3 عامل ل x زائد 3 ناقص بين قوسين x زائد 7. إذن لابد من وضع الأقواس لأن لدينا إشارة سالبة، فنحصل على x زائد 3 عامل ل، إذن نزيل الأقواس x زائد 3. إذن هنا لدينا أقواس مسبوقة بإشارة سالبة، نزيل الأقواس مع تغيير إشارة الحدود الموجودة داخل الأقواس. إذن هنا لدينا زائد x يصبح ناقص x ثم زائد 7، نكتب ناقص 7 ثم نبسط. إذن x زائد 3 عامل x ناقص x فهو 0، 3 ناقص 7 تساوي ناقص 4. إذن التعميل ب يساوي ناقص 4 عامل x زائد 3.